نفس السيناريو والعادة، أما أن المدريد محضر مليح، يمشي كرة ممتازة خطيرة، يقرب الفرصة والكرة والثاني، الهدف الثاني للملوك، أمان ربي أمان، أمان ربي أمان الدون، صاروخ التوماهوك، صاروخ التوماهوك كريستيانو رونالدو، جولاسو ديال ريال مدريد، الهدف الثاني، الهدف الثاني، عن أي فريق تتكلم؟ قلت الريال يغير عاداته السيئة ويكسب عادات جديدة، اسمها الإصرار وعنوانها أنا لا أخشاك يا برشلونة.